وصفت بالعمليات النوعية قل نظيرها. وزارة الداخلية العراقية تكشف عن مداهمة خطيرة لمطاردة تاجري مخدرات في العراق. هذه المرة المتورط ليس عراقي فقط، بل متهم آخر دولي مشارك في جريمة تلك. لقطات مصورة وثقت ووثقت لحظات تحبس الأنفاس لملاحقة تاجري المخدرات في شمال العراق وبحوزتهما 11 كيلوغراما من الكريستال والكبتاغون. فهل ستنجح عملية الاعتقال والمطاردة؟ لنتابع تلك الأحداث المثيرة. قبض عليهما بالجرم المشهود متلبسين. إذن بجهد أمني على مستوى دولي وإقليمي ومحلي، قوة من مكافحة مخدرات الكرخ وبالتعاون مع مكافحة مخدرات الإقليم إقليم كردستان العراق تمكنت من القبض على المتهمين الاثنين المتورطين بالمخدرات، وتم إيداعهما التوقيف بجريمة المتاجرة بالمخدرات الدولية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا حتى الموت. جهود جبارة للقوات الأمنية المشاركة ثمنها الناشطون، وفي مقابل ذلك هناك اتهامات، تساؤلات، شكوك حول مصير من يتم إلقاء القبض عليه. وكيف تدخل المخدرات إلى العراق؟ كيف يتم الترويج لها في البلاد بهذه السلاسة وبهذه الطريقة؟ أكيد هناك كومنتات، ردود أفعال وتعليقات كثيرة. نحن انتقينا لكم نماذج من تلك التعليقات. دعوني أقرأ لكم التعليق الأول الذي كتبه أحمد. يقول أحمد في تعليقه، هذا هو التعليق، أحمد الفرطوسي يقول: دهر لفك جايب الشكر مات الوكيل كله. أيضا هناك تعليق آخر من أبو محمد يقول: أويلي من أي طريق دخلت أبيد منه عبرت. وبعدين إحنا ناقصنا بالعراق تجار مخدرات دوليين غير اللي عندنا امتلى بيهم البلد، والسجون انترست وللآن يشتغلون ويتعاطون. تعليق من حسام: هذول وراهم رؤوس كبيرة يشتغلون لحسابه، فشنو الفائدة؟ الحدود مفتوحة وتجي غير وجبة. تعليق من هيثم يقول: هيثم هو يتساءل في تعليقه: أشو كثران المخدرات؟ شنو السالفة؟ ومنو المستفيد؟ الخاطر الله، انقذوا شبابنا وقواتنا الأمنية البطلة، بارك الله فيكم وحماكم الله والعراقيين من هذه الآفة السامة. أم مقتدى تقول: تاجر المخدرات اللي يعتقلوه يطلع، لأن عنده أموال وأكيد مسنود من جهة سياسية، فما الفائدة من عمليات المراقبة والاعتقال إذا سيطلق سراحهم بعد أن يتم دفع المقسوم؟